ينضم إلينا من القاهرة محمد أبو الفضل، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. سيد محمد، بعد محاولات القاهرة من أجل الوصول إلى تهدئة بين الجانبين، هل ما زالت المحاولات مستمرة وإلى أين وصلت؟ أعتقد أن المحاولات مستمرة، وهناك خطوط تواصل عميقة وكبيرة وواسعة مع كل من الولايات المتحدة ومع الجانب الإسرائيلي أيضا ومع قطر ومع حركة حماس وقيادات حركة حماس. هناك كان بالأمس وفد وصل القاهرة من قبل حركة حماس، وأنا أعتقد أن كل هذه الخطوط وهذه الاتصالات تؤكد التجهيز لشيء ما. ربما تكون هناك عثرات خاصة من الجانب الإسرائيلي وتشدد بعض الشيء من جانب حركة حماس، لكن لا يزال الأمل موجود لتهدئة متوقعة في المدى القريب. أعتقد أن هذه التهدئة مطلوبة لأن المجتمع الدولي بدأ يضج بشكل أكبر، وبدأت هناك ضغوطات كبيرة جدا على الجانب الإسرائيلي، لكن حسابات الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو لا تزال متشبثة باستمرار هذه الحرب، ولا تزال متمسكة بأجندتها. رأينا أن الوفد الإسرائيلي الذي حضر اجتماعات القاهرة غادر سريعا ولم يشارك أي أصلا بفاعلية كبيرة جدا مع وفود مصر وقطر والولايات المتحدة ورؤساء أجهزة المخابرات في هذه الدول، وعاد سريعا بناء على تعليمات من نتنياهو. ربما تكون هناك انقسامات حول هذه المسألة داخل الحكومة الإسرائيلية، أو تحديدا داخل المستوى السياسي الذي يقود بنيامين نتنياهو والمستوى العسكري والأمني من ناحية أخرى. في هذه الأمور ربما تقود إلى إقناع أحد الطرفين بوجهة نظره، إما تصميم نتنياهو على تنفيذ اجتياحه لرفح أو بالعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والقبول بتهدئة لمدة 6 أسابيع، ثم يتلوها تهدئة أخرى، ثم وقف مستمر لإطلاق النار. أعتقد أن لا تزال هناك ضبابية أو رمادية بمعنى أدق في المواقف الإسرائيلية، ربما تتمخض عن شيء ما خلال الأيام المقبلة إذا مارست الولايات المتحدة جهودا حقيقية أو ضغوطا حقيقية على الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل أن تكون حماس أكثر مرونة للوصول إلى تهدئة، لأن الشعب الفلسطيني في غزة بدأ يضج بشكل كبير، وبدأت المآسي الإنسانية ترشح بشكل كبير، وهناك تقديرات أممية كبيرة عن مجاعة وعن تدهور إنساني بشكل أوسع نطاقا مما هو حاصل الآن. وبالتالي ليس أمامنا سوى أن نتفائل بأن هناك خيار سياسي مطروح على الطاولة، لم يفقد الكثيرون من المنخرطين في هذه المسألة الأمل للتوصل إلى تهدئة ما خلال الفترة المقبلة. لا أحد يعلم بالضبط موعدها، لكن لا يزال الأمل معقود على الجهود المصرية والجهود الأمريكية والجهود القطرية لتليين المواقف الإسرائيلية تحديدا، وإقناع حماس بشيء ما من المرونة لتمرير صفقة الأسرى المنتظرة. نعم. محافظ شمال سيناء في مصر نفى إقامة مخيمات أو معسكرات لإيواء اللاجئين في حالة نزوح الفلسطينيين من رفح. ما هو الموقف المصري في حالة نفذت إسرائيل التهديد باجتياح رفح برياً؟ أولا هذا الحديث يتردد منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في غزة أو منذ عملية طوفان الأقصى، وهناك حديث عن تهجير قسري لفلسطينيين، وأن هناك ما يشبه المؤامرة الإسرائيلية الغربية حول هذه المسألة. رفضتها مصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية وكافة المسؤولين المصريين والقيادات الأمنية، كانت الأمور واضحة في هذا الاتجاه بصرامة شديدة جدا. البعض يحاول الترويج على هناك استعدادات أو هناك صفقة سرية أو ما إلى ذلك، أنا أعتقد كلام محافظ شمال سيناء كان واضحا في هذه المسألة. بالطبع هناك استعدادات مصرية لكل السيناريوهات، وأنا أعتقد أن هناك أحاديث وتصريحات واضحة في هذا الاتجاه وتحذير نقلتها الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية تحديدا حول تهديدات مصرية مباشرة بأن يمكن أن تتخذ إجراءات كبيرة إذا
تم اجتياح رفح أو إذا تم المساس ببعض الجوانب والبنود التي المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها اللاحقة بشأن تغيير المعالم الديموغرافية حول محور فيلاديفيا أو حول أو في منطقة رفح الفلسطينية. أعتقد أن هذه الأمور كانت واضحة، ومع ذلك هناك استعدادات مصرية. من الطبيعي أن تكون هناك استعدادات على كافة المستويات، وكما قيل أيضا على لسان مسؤولين أمنيين أن كافة السيناريوهات مطروحة إذا تم تغيير الأوضاع الحالية في مدينة رفح أو إذا تم المساس بالأمن القومي المصري بأي نوع من الأنواع. هذه الأمور جرى الحديث عنها أكثر من مرة في أوقات سابقة، ترديدها الآن ربما يكون يعني متوافق أو متزامن مع تصاعد التهديد الإسرائيلي بالقيام بعملية قصرية للتهجير أو كأمر واقع. لكن هناك في المقابل هناك الولايات المتحدة، هناك بعض الدول الغربية والمنظمات الأممية، والأمين العام للأمم المتحدة تحدث بشكل مباشر عن ضرورة أن تكون هناك يعني نقل آمن للمدنيين. ولا أحد يعرف بالضبط ما هي المنطقة الآمنة في قطاع غزة التي يمكن أن ينتقل إليها المدنيون هناك. تحدثت إسرائيل عندما بدأت تجتاح من شمال قطاع غزة عن أن جنوب غزة وجنوب القطاع منطقة آمنة، وتم حث مئات الآلاف من المواطنين إلى اللجوء إلى جنوب غزة. الآن هناك يعني ما يشبه يعني التهديدات المباشرة لاجتياح هذه المنطقة. إلى أين سيذهب هؤلاء؟ لا أحد يعلم بالضبط، وهو ما يعرقل أو ما يعيق العملية الإسرائيلية التي أيضا يمكن أن في منطقة رفح التي أيضا يمكن أن تكون تنطوي على رسائل سياسية أو نوع من أنواع الضغط لحركة حماس لتقديم تنازلات في صفقة الأسرى. أيضا يعني حاول نتنياهو أن يستثمر مسألة الفراج عن الأثيرين الوحيدين في منطقة رفح قبل يومين لتأكيد أن هذه المنطقة مليئة بقيادات حماس. لكن في المقابل أيضا كشفت حماس على أن الإسرائيليين أنفسهم قاموا بقتل 3 من الرهائن والمحتجزين وإصابة آخرين. كل هذه الأمور المعقدة والمتشابكة يصعب علينا أن نقول أنها سوف تنتهي إلى سيناريو محدد. يمكن أن يكون نتنياهو يلجأ إلى نوع من أنواع الضغط في هذه المسألة، ويمكن أن ينفذ تهديداته بالفعل إذا تهاون المجتمع الدولي عن ردع أو استخدام أدوات محددة لإقصائه عن هذه العملية. أيضا لا نستطيع أن نتجاهل أن حجم الضغوط الإسرائيلية الداخلية يتزايد حول نتنياهو بدليل تراجع شعبيته بشكل أو بآخر، وهناك انقسامات كما ذكرت داخل الحكومة الإسرائيلية أو المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني من ناحية أخرى. هذه الأمور المعقدة يعني تقول أن المشهد يمكن أن يتحول بين لحظة وأخرى سواء إلى الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. نعم. هل التطورات التي نتابعها منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، هل كل هذه الأحداث يمكن أن تفضي إلى دولة فلسطينية؟ إذا كان هناك مزايا لعملية طوفان الأقصى فالميزة الرئيسية أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، سلطت عليها الكثير من الأضواء. رأينا الآن الولايات المتحدة تتحدث يعني بقوة شديدة عن مسألة الدولة الفلسطينية، حتى ولو كانت هذه المسألة فضفاضة أو تحمل مآرب سياسية خاصة بالداخل الأمريكي أو خاصة بحسابات الولايات المتحدة مع بعض الدول العربية الرئيسية، لكنها في النهاية هناك حديث متواتر، هناك حديث أيضا متواتر من قبل الكثير من الدول الأوروبية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية، هناك حديث واضح من قبل القيادة المصرية حول هذه المسألة منذ وقت مبكر، هناك أيضا ضغوط من قبل الإمارات والسعودية حول هذه المسألة، حول مسألة الدولة الفلسطينية. العالم بدأ يتيقن على أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وقطم الأراضي الفلسطينية على مدار السنوات الماضية والتوسع في الاستيطان هو العقبة الرئيسية، هو الذي أدى إلى طوفان الأقصى. طوفان الأقصى هي نتيجة لأعمال أو لممارسات إسرائيلية قاسية تم ارتكابها خلال السنوات الماضية، وبالتالي الحل الأساسي لتوفير الأمن الإسرائيلي لابد أن تكون هناك دولة فلسطينية أيا كانت هذه الدولة. لكن قبل الحديث عن مسألة الدولة، قبل الحديث عن مسألة الإعمار، لابد أن يضغط المجتمع الدولي أولا لوقف إطلاق النار بشكل أساسي. هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتعذبون أيا كانت الصيغة التالية
الآلية لحكم غزة واستبدال السلطة الفلسطينية بسلطة أخرى أكثر مرونة وأكثر انفتاحا وأكثر قدرة على يعني لم جمع شمل الفلسطينيين. كل هذه الأمور يمكن معالجتها من قبل الحوارات الفلسطينية الفلسطينية، لكن الأساس هو وقف الحرب الفلسطينية. هناك مكسب سياسي حدث على ضوء هذه الحرب وهو الحديث عن دولة فلسطينية. لابد من استثمار هذه المسألة قبل أن يبرد حماس الولايات المتحدة وعديد من الدول الغربية. أنا أعتقد على الفلسطينيين وعلى حركة حماس وعلى حركة فتح وعلى التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده محمد دحلان، أعتقد هناك جهود كبيرة جدا على كل هذه القيادات أن تتحرك بشكل سريع لتوحيد الرؤية الفلسطينية، لأن كانت إسرائيل خلال السنوات الماضية تتزرع بالقسمات الفلسطينية وانشقاقاتهم وتراشقاتهم وما إلى ذلك. مطلوب رؤية فلسطينية أن تكون جاهزة لليوم التالي لوقف الحرب على غزة. أعتقد هذه الأمور يمكن أن تحرج المجتمع الدولي إذا كان يناور في حديثه عن الدولة الفلسطينية، ويمكن أن تجمع شمل الكثير من القوى الإقليمية والعربية حول هذه المسألة باعتبار أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا في منطقة الشرق الأوسط. حلها يمكن أن يسهل أو يفتح الطريق إلى حلول أخرى لقضايا أخرى بدأت ترشح منها وبدأت يعني تظهر نتوءات على ضوء القضية الفلسطينية. رأينا ميليشيات وجماعات مسلحة من العراق ومن سوريا وحزب الله وجماعة الحوثيين في حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن، كل هؤلاء تشابكوا وتداخلوا مع القضية الفلسطينية الأم، وبالتالي حل هذه القضية يمكن أن يكون أداة أو ذراع أساسية لحلول كثيرة جدا في المنطقة ولتهدئة متوقعة إذا حدث أن أوفى المجتمع الدولي وأوفت الولايات المتحدة وطابقت بين خطابها السياسي المعلن وبين تحركاتها الخفية الداعمة لإسرائيل. هنا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة بشروط معينة. شكرا السيد محمد أبو الفضل نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، كنت معنا من القاهرة.